مرحبا بك، اهلا وسهلا. يفضلك. اهلا وسهلا. يعيشك. تقدم لنا روحك ساعة. شوقية. نو نو دي تو. انفا انا فنانة. ربي يعلم. في مصر عايشة في المحروسة ام الدنيا. مرحبا بك. هاكا ربي يعلم. ما مشيتش مصر. اي مرحبا. هزوني. اسمع ما تضحكش منصف تعرف خاطر تعد عليك الملايكة تبقى هكا تضحك عمر كامل انا مثلا تعد عليا مخرج تعد عليا ملايكة قعدت هكا اوفا نسكن في شارع الهرم في الفيوم اهلا وسهلا بك الصعيد هذيك ايوه بديت مسيرتك في تونس مسيرتك الفنية تبارك الله ذاك مش في تونس الحق ذاك مش في تونس شكنت في تونس ملوحة كنت تمارس ملوحة متروكة مقهورة انا مقهورة في تونس كنت ماخدموش فيا اي قاعدة تلقى ملوحة غاديك في كل لافايات لقيت حظك في مصر والله حظي اونفان هو يرحم وديه ذاك اللي هزني هو عمل لي معناها افتح لك الابواب افتح لي الابواب ومعناها وش اي الابواب وش حصل وين شيخاوي تقتل يا سخطة انا نسمع فيك نتفرج فيك واحنا في النيل قناة النيل في مصر نتفرج فيك ولقيت حظك في مصر والله ينفعش نقول لك بسهولة يعني ولا يا خويا بارك الله في تعرف كيفاش معناها خاصة في البدايات نتاعي تعذبت ليل كامل وانا معناها لازمني نحضر السيناريو وقاعده وما نرقدش ما يجينيش النوم ما يخليش نرقد تعرفش علاش خاطر يقول لك يكلمنا قبل الليل يقول لي اجا وسمعني النص هاكا مرة كيفاه؟ ما يجيش طلعني معناها بديت بدور معناها بسيط مثل معايا شو اسمه حيواني مثل معايا حافظت على اللهجه التونسيه تبارك الله يعطيك الصحه بيان سور تعرف اني ما نحبش نتعدى في القنوات المعاديه راهو خاطر كان اسمع بيا الوكيل شو اسمه مدير عمالي مدير افعال مدير عمالي معناها مدير عمالي يشطب لي كونترا بيني وبينهم حاسس بديت دور بسيط فهمت وتعطيك نضرب نطبق نضرب مسرح شنو وضعك توا في مصر شنو اعمالك؟ مصري هكا مصري ولا مزري؟ هو مزري مصري مصري مزري فهمت هكا ما كان عطاوني دور عطاوني ما عطاونيش دور نفكوا ما عطاوكش دور نفكوا تفكوا ما زال فك ثم فنان قريب ثم فنان مصري قريب يفكوا مرته سي بيان ما ضحكش هذه سي بيان شنو الفرق بين شنو اسمك ساعة عرفنا باسمك قلت لك مدير اعمالي ما يحبش يقول اسمي خاطر هو يحكم فيه معنا بارتو شنو ناديولك؟ شنو ناديولك تو؟ مهاجرة اسمه مهاجرة مهاجرة مقلية علي وعسعني شنو الفرق بين العمل في تونس والعمل في مصر؟ سافا اسمع العمل في مصر والعمل كله غير طول تخدم على روحك غير مش ما مشيتش مصر انت مش عملت لك وقت ساهم مع ما بقاش حظه هو خاطره راجل دخلنا في الرجال تو لا هو خاطره ممثل راجل انت لقيت حظك تبارك الله بجمالك بانوثتك قال لي انوثتك بعدك يا سمير ادوار جاوك ادوار اغراء واثاره ادوار شنو الغيره الاغراء شنو الغيره شنو الغيره ادوار الاثاره الاغراء معناها لا انا محتاج برشا ما نحبش هكا مصاتك العراء والزراء ما نحبوش لا ظاهر ما نحبوش سام دي غيان دو تو تو فوا مثلت في فيلم الرساله مثلت انا اخت هند كلت الكبده فهمت مثلت في مسرحيه نتاع سي شو اسمه نور دمرداش مثلت الله يرحمه ويغفر له مثلت اخت قبل ما يتوفى مثلت اخت هند اللي كانت كبده تثبت على سيدنا ومثلت في بيتنا رجل تو عملت عملية تجميل قبل ما تظهر في الشاشة في مصر ظاهر عملت برشا عملية تجميل فين تشوف فيهم العملية؟ استنى تبعني ترى فين تشوف فيهم عملية تجميل؟ من فوق فين؟ التجميل ما عملتها ما نمرش بها مات بالغيرة ثم ناس يقولوا انه يلزم ثم تنازلات باش توصل تاخذ اكثر افلام اكثر مسلسلات صحيح ثم تنازلات انا قلت لك كنت نسكن في شارع الهرم في الفيوم عملت تنازلات هبطت مصر
نزلت 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 أبطل المسرح وسبعة معناها نخدم. تحب تسأل سؤال يقولوا من الآخر؟ لا 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 مش من الآخر. جاوك عروض الأدوار الإغراء، شنو هي حدود الإغراء اللي تنجم تعملوا في العراق؟ احنا قبولات في الفن ما عندناش حدود في الإغراء. معناها قد ما يسمعك الكلام المخرج قد ما أنت ترجع له. فهمت معناها مانيش معقدة فهمت؟ الحمد لله. يعني توافق على كل شيء في الرب سامحني نقول كلمة الجمهورية. تفضل كلمة. جمهورك الغفور. الغفير. غادي غادي في 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 المحروسة. جمهوري العزيز. أنا بحبكم قوي من كل قلبي وكل جواجية. أنا بس أعرف إنكم بتحبوني قوي، لكن كانت في عملية كانوا حبوا يغتالوني. يعني مدوا لي قهوة حطوا لي فيها الإريزي والجثال. أنا نظف. وراس حضرتك مذكرها هذيك. حبوا يخلوني بالشافية تعرفها. أنا عمل أنا متقوت عليهم. شنو ترى كيفاش ترى مستقبلك تراك الفني؟ تراك عندي تراك تراك راهو تراك تراك شوط لي تراك. كيفاش ترى مستقبلك الفني في مصر؟ تراك النجومية العربية ماكش باش ترجع تشارك في مسلسلات تونسية في أفلام تونسية؟ غالية أنا غالية فلوسي غالية ولا أنا النهار نتاعي كم 20 جنيه. كم 20 جنيه ما يمدهم لي مع عطاسة. تعرفوا الأستاذ منصف السويسي فنان تونسي جلادو مرتك فين مرتك؟ روحت اكتب عندك فاندو. بعد الحصة بعد الحصة. سيدة مهاجرة مرحبا بك. تفضلك. ان شاء الله تشرف تونس وتنور تونس. كهوة سارة خاطر تمثل غاديك على خاطر دقيقة خاطرك تمثل تونس. يفضل كمام يلزمك تشرف تونس. مازلت قاعدة معانا ما نسيش تقعد معانا شوية. ما خاطر مربوطة مربوطة مربوطة. مربوطة ولا على راحتك تحب تقعد معنا عنا ضيف باش نقدمه لك من بعد مرحبا بيك ولا مرتبطة ما نحبش الجمهورية يعرف حاجة أخرى تعطي فيها في التليفون لا تعطيك الفندو بركة تعطيك البيع 35 و 50 تعطيك واضح باهي سيدة مهاجرة أنسة مهاجرة ولا سيدة ما كيف كيف تأكد من الولاية مرحبا بيك بفضلك أهلا وسهلا نورت الشاشة إن شاء الله تشرف تونس أنا باش جوكيتي خاطر عندي ما التليفون حاطه هي ذاك علاش قلت لك مرحبا بيك نقصد العكس عندي تليفون من غادي نظن مدير عمالي شافني مدير أفعالك مرحبا بيك باي باي